فطلب جدي من الشيخ انه يأذن لعبد الله، قال ودي انك تأذن لعبد الله يقرأ عليك. وكم عمرك؟ كان 16 17. اول سؤال سأله الشاذلي، هل يحفظ القرآن؟ قال لا. قال يحفظ ثم يأتي. كانت هذه اختبار او امتحان، او ما اسميها انا حقيقة الجذوة التي اوقدت حفظ القرآن في قلب الواد رحمه الله. قال يحفظ ثم يأتيني. وكان هذا شائعا عند العلماء. حدثني الشيخ او ايضا كان الواد معنا الشيخ رحمه الله فهد بن حميين ان هذا الموقف مر به ايضا لما اراد يطلب العلم، قالوا تحفظ؟ قال لا، قال احفظ ثم تعال. فيطبقه العلماء في ذلك الوقت، يطلبون حفظ القرآن قبل طلب العلم. يقول الواد لما جاءني هذا الخبر ضاق صدري، لكني عزمت اني احفظ القرآن. فكان يمكث عليه رحمة الله في المسجد من بعد الفجر إلى قرب المغرب، يذهب يرجع يأكل شيء يسمونه الهجور، يعني فطور متأخر، ثم باقي وقت في المسجد يحفظ. يقول حتى أنه كان بدأ من أول القرآن كمراجعة، قال كنت أقرأ في اليوم 10 أجزاء. هذه مراجعة غير الحفظ الجديد. يقول حتى أني انصرفت تماما إلى حفظ القرآن. دخل علي الشيخ اللي هو الشيخ أبو حبيب يريدني في أمر، فوقف قريب من 3 دقائق وأنا لم أشعر به، منسل مع القرآن مع القراءة. يقول لما رفعت رأسي وإلى الشيخ وهكذا يضحك، فرح بهذا الجد والاجتهاد. يقول فكلمني فيما أراد وأنا مكاني وقال لا تقول، وانصرف. فمكث على هذا الحال قريب من 8 أشهر وأتم فيها حفظ القرآن 18 الجزء مع مراجعة 12 السابقة. يقول كنت طول هذه المدة مرتب ترتيب، كل يوم 10 أجزاء مراجعة وحفظ جديد. فكان لما تقدم يقول كنت أختم القرآن في كل 3 أيام مرة. استمر يختم القرآن يمكن أكثر من 2 شهر في كل 3 أيام مرة. بعدها أصبح القرآن ميسرا ويسيرا على لسانه، فكان يقرأ القرآن قائما وقاعدا وفي الطريق وهو يمشي أحيانا، وإذا جلس في مكان الانتظار أرى دائما شفتيه رحمه الله تتحرك بالقرآن. اللهم اغفر له وارحمه، لأنه أصبح القرآن سهل وأصبح أيضا يتلذذ بالقرآن. أذكر لكم موقف طريف عن شيخه رحمه الله الشيخ أبو حبيب. يقول صلى بنا الشيخ صلاة الظهر، فلما صلى بنا صلاة الظهر قام إلى 5 فسبحنا، فأشار إلينا أن قوموا فقمنا. فلما سلم قال كنت لما كبرت بدأت من المكان الذي وقفت عنده ونسيت الفاتحة، مواصل دائما القرآن على لسانه يتلوه. يقول نسيت الفاتحة فبدأت من الموقف الذي وقفت عنده ووصلت، فلما جئت في الركعة الثانية تذكرت أو ربما الثالثة، فأقام الثانية مقام الأولى كما تعرفون في الحكم الشرعي. المقصود إن الإنسان إذا حفظ القرآن حفظا متقنا لا يكفي هذا، وإنما ينبغي أن يعود نفسه على أن يتلوه أناء الليل وأطراف النهار.